يعني انا عايز اقول لكم، تخيل نفسك وانت قاعد في الاوضه كده، قاعد تتكلم في التليفون. شوف انت اكتر حاجه بتعملها ايه، تتكلم في التليفون، قاعد على الفيس، قاعد بتبص على حاجه، بتشوف حاجه، بتتفرج على حاجه، في الشارع، في الشغل، بتتكلم في الفلوس، مره واحده كده، مره واحده كده وانت قاعد بتجيب النفس، مفيش الرئه مش هتشتغل، مفيش. انت ليك رزق 1,600,768 نفس. هو 1,600,768 ده كان فين؟ كان اللي فات ده. فجاي بقى تاخد 69؟ مفيش، رزقك في النفس خلص. طب ده انا كنت فاتح صفحه فيس، كنت فاتح صفحه على موقع، اقفلها بس، اقفلها واموت. طب انا كنت بكلم دلوقتي صاحبتي على التليفون، او كنت بكلم صاحبي على التليفون، يعني طب اقفل واقوم اتوضى واصلي ركعتين واموت. طب بلاش اقفل واستغفر واموت، بلاش. هو لما حدش هيرد عليه هيقفل لوحده، استغفر. مفيش. انت لسه كنت مزعل والدتك، دلوقتي حالا، او والدك دلوقتي حالا، تيجي تجيبت، مفيش. طب اقوم اصالحه، طب اطلب منه يسامحني، طب هموت. لا، انت مت، انت بتموت خلاص، الموضوع انتهى. ما فيه مالكش رزق، مالكش انفاس، مالكش كلام، مالكش. والناس حواليك انت شايفهم مخضوضين بقى، يا محمد، يا عبد الرحمن، يا محمود، يا احسن، قوم كلمني وانا مسامحاك، قوم يا ابني، قوم. وانت، انا نفسي اقوم بس مش عارف، انا نفسي اقوم بس مش عارف. مشكلة هذه اللحظة انها تبدأ بالشؤم او بالبشرة من اول لحظة، من اول لحظة وانت قاعد كده. اما ان تجد ملائكة بيض الوجوه مرة واحدة مد البصر، ثم تسمع اخرجي ايتها الروح الطيبة. إما أن تجد في لحظة واحدة ملائكة سود الوجوه مدوا البصر، وتسمع اخرجي أيتها الروح الخبيثة، تيجي مش عايزة تخرج، فتنزع منه نزعا. طب والتانية بتاعت الروح الطيبة تخرج كده كأنها نازلة من في السقاء، نازلة شط مية بينزلين من إزازة، نقطتين مية نزلوا من إزازة ساعتها. اللحظة دي أنا بتكلم جد، بنطلوناتك اللي أنت كنت مش عايزة تسيبيها عشان ربنا تساوي إيه؟ شكلك اللي أنت كنت مستبوخاه في العباية يساوي إيه؟ والدك اللي كان نهاكي عن الطاعة الفلانية يساوي إيه؟ السيجاره اللي انت كنت مش عارف تبطلها تساوي ايه؟ صلاه الفجر اللي انت كنت بتكسل عنها تساوي ايه؟ الفلوس الكتير اللي انت كنت حاططها في البنك تساوي ايه؟ عربيتك تحت تساوي ايه؟ زوجتك، ولادك اللي انت كنت بايع حياتك ولا ليك ورد قران ولا ليك اي حاجه عشان تجمع لهم فلوس، هياخدوا الفلوس كلها. كل بقى الموضوع ده يساوي عندك ايه؟ لا يساوي كله ولو كان اضعافا مضاعفه جناح بعوض. يبقى من دلوقتي وانا فيها خلاص انا عبد، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير.